ينضم معنا من الرياض رئيس تحرير صحيفة مال الإلكترونية السيد مطلق البقومي. سيد مطلق أهلا بك. إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص للصرف على مشروعات الإسكان، ما هي انعكاساته على الإسكان في المملكة؟ حياك الله أستاذ، ورحب فيك وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. طبعا في كل الأحوال هذا رسالة وشفافية حتى من الحكومة ووضوح، ليس الهدف هو تحصيل الرسوم بحد ذاتها، وليس الهدف هو جباية على سبيل المثال. الهدف هو في المقام الأول تشجيع أصحاب هذه الأراضي على تطويرها لتوفير عرض كافي يعني بشكل جيد يخدم السوق. الجانب الآخر هو إيضاح من الحكومة أن هذه المبالغ التي سيتم استحصالها بشكل أو بآخر سيتم إيداعها في حساب خاص بعيدا عن ميزانية الحكومة، وفقط هذا الحساب يتم إعادة تدويره من جديد على البنية التحتية للأراضي وعلى المرافق العامة. فهذا ليس الهدف من التأكيد من الحكومة، ليس الهدف من الجباية، ولكن الهدف منه هو تحفيز أصحاب الأراضي على تطوير أراضيهم، وبالتالي ما ينتج عنها هو إعادة تدويره من جديد في السوق. جيد. اللائحة التنفيذية التي تعدها وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، يعني بودي أن توضح ما هي الجهات ذات العلاقة التي تتعاون مع الوزارة؟ يعني النظام واضح تقريبا أو حدد حتى في ما تسرب منه بعد جلسة مجلس الوزراء، تقريبا حوالي 5 أو 6 جهات لها علاقة في الموضوع، وهي من يعني تتكفل بإعداد اللائحة طبعا بالتنسيق مع وزارة الإسكان في المقام الأول اللي هي صاحبة الصلاحية. طبعا هناك وزارة العدل، هناك وزارة البلديات والشؤون القروية، هناك وزارة الاقتصاد والتخطيط، هناك وزارة التجارة، وجهات أخرى يعني برضه هتشارك في عملية إعداد اللائحة. هو نظام حكومة وليس نظام جهة معينة. نعم. الجميع الجهات لها علاقة بشكل أو بآخر في عملية يعني خلينا نقول السوق العقاري بشكل كبير جدا، سواء البلديات من ناحية الترخيص، سواء الاقتصاد والتخطيط من خلال إعداد خطط التنمية واقتصاد البلد بشكل كبير، برضو حتى وزارة المالية من خلال الزكاة والدخل، وبرضو مؤسسة النقد في جانب آخر، وزارة العدل من خلال عملية السجل العيني ومن خلال توثيق العقود والجوانب الأخرى، وزارة التجارة من خلال كتجارة سوق كهيئة عقارية قد تكون مستقبلا تحت مظلة هالوزارة هذه. فبالتالي هو تكاملي يعني بعملية إيجاد بيئة محفزة للمطورين وللسوق، يكون هناك فيه عرض كافي في المقام الأول، وبالتالي تكون هناك أسعار قد تكون جيدة حتى للمتداولين. سيد مطلق في ثواني معدودة، ما هي الضوابط التي يجب وضعها في اللائحة التنفيذية تضمن تطبيق الرسوم بعدالة ومنع التهرب منها باختصار لو سمحت؟ قبل كل شيء الهدف الأساسي في هالجانب هذا هو تأكيد وفرة العرض ليس من يعني إضرار مثلا بالمطورين على سبيل المثال أو أصحاب الأراضي، لا، هو تحفيزهم إلى عرض ما يمتلكونه في السوق، وهذا أعتقد هو النقطة الأساسية التي ستركز عليها اللائحة من خلال تحفيزهم بطريقة أخرى مثل ما ذكر معالي الوزير. من هناك بعض المحفزات من خلال مثلا التمويل للمطورين، من خلال بعض تفعيل سرعة إنجاز المعاملات بشكل أو بآخر حتى يكون هناك يعني وفرة في السوق. من الرياض رئيس تحرير صحيفة مال الإلكترونية سيد مطلق البقومي، شكرا جزيلا لك.